الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. من الأبواب التي سنشرحها في هذه المجالس العلمية باب يقال له باب الجعالة، ويقال بفتح الجيم وبكسرها فيقال الجعالة والجعالة، وهي مأخوذة من جعل الشيء كقوله من رد ضالتي فله كذا وكذا، ومن وجد محفظة نقودي فله كذا وكذا، ومن رد سيارتي من غاصبها فله كذا وكذا، ومن خاط لي الثوب فله كذا وكذا. فهذا يسميه العلماء بعقد الجعالة، وقد أجمع العلماء على مشروعيته، بل إن الشرائع السابقة كانوا يعرفون هذا العقد، كقوله يوسف عليه الصلاة والسلام ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، وأنا به زعيم. بل يدخل فيها أيضا قول الله عز وجل يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. فهذا من العقود التي كانت تعرفها الأمم الماضية، بل والواقع والعقل يقتضيان جوازه، وذلك لأن الإنسان قد لا يستطيع بنفسه أن يقوم بكل أعماله فيحتاج إلى إخوانه ليعينه، وفي الأعم الأغلب لا يعينك أحد مجانا، فتعطيه شيئا من الجعل المالي عوضاً عن عمله الذي سيقوم به. فإذا دل دليل الشرع ودليل العقل والفطرة والواقع على أن هذا من العقود المهمة في الفقه الإسلامي، فبما أنه من العقود المهمة فلا بد أن نبدأه بقواعده. القاعدة الأولى: من صح تصرفه صحت جعالته. من صح تصرفه صحت جعالته، وعلى ذلك قول الناظم: عقد الجعالة في الشريعة ثابت من جائز بتصرف للثاني. فإذا صح تصرف الإنسان صحت جعالته، وبناء على ذلك فلا يصح للمجنون أن يجعل شيئا لعدم صحة تصرفه، فالمجنون لا يصح تصرفه فلا تصح جعالته، والصبي لا يصح تصرفه في المال فلا تصح جعالته، والسفيه لا يصح تصرفه في المال فلا تصح جعالته. فإذا صح التصرف صحت الجعالة، وإذا بطل التصرف في المال بطلت الجعالة، لأن الجعالة نوع من التصرف في المال. فإذا صح التصرف صحت، وإذا بطل بطلت. القاعدة الثانية: لا جعالة في عمل محرم شرعا. لا جعالة في عمل محرم شرعا، وهذه قاعدة في الأعمال التي يصح فيها الجعالة. فإذا سألك سائل في أي عمل يجوز أن أجعل جعلا، فتقول في الأعمال المباحة شرعا، وأما ما كان من الأعمال محرما شرعا فإنه لا يصح وضع الجعل فيه، أو وضع الجعل فيه. انتبهوا لي، بعض الفقهاء يعبر عن هذه القاعدة بتعبير جميل يعجبني كثيرا، وهي: ما كل عمل تصح فيه الأجرة تصح فيه الجعالة. فإذا أشكل عليك الأعمال التي تصح فيها الجعالة فاسأل نفسك: لو أنني استأجرت رجلا للقيام بهذا العمل فهل يصح الأجرة على هذا العمل؟ فإن كان الجواب نعم فكل شيء صحت فيه الأجرة فيصح فيه الجعالة، وكل عمل لا تصح فيه الإجارة فلا تصح فيه الجعالة. فبناء الحائط يصح فيه الإجارة أن أستأجر من يبنيه، فإذا يصح أن أجعل فيه جعلا. من بنى لي هذا الحائط فله 1000 ريال. وبناء الدار تصح فيها الإجارة لبنائها فيصح فيها الجعالة لبنائها، ورد الضالة تصح فيها الإجارة فيصح فيها
الجعالة، وخياطة الثوب تصح فيه الإجارة فتصح فيه الجعالة، والغناء لا تصح فيه الإجارة فلا تصح فيه الجعالة. فلا تقل من أحيا حفل زواجي بالغناء فله 10,000 ريال، لا، هذه جعالة باطلة. لماذا؟ لأن الغناء من الأعمال التي لا يصح عقد الأجرة عليها، وما لا تصح فيه الإجارة فلا تصح فيه الجعالة. طيب، والإجارة على الزنا عمل محرم، فلا يصح لك أن تقول كل امرأة تبذل نفسها لي فلها كذا وكذا. لماذا؟ لأن الزنا عمل من الأعمال التي لا تصح فيها الإجارة فلا تصح فيها الجعالة. أظن الكلام واضح. فإذا لا تصح الجعالة إلا على الأعمال المباحة. وإذا أردت أن تعرف القاعدة أكثر فعليك أن تسأل هل هذا العمل تصح فيه الإجارة أو لا؟ فإن كان الجواب نعم فقل تصح فيه الجعالة، وإن كان الجواب لا فقل لا تصح فيه الجعالة. القاعدة الثانية، الثالثة عفوا، ما جاز عوضا في الأجرة فيجوز عوضا في الجعالة. شفت كيف المقارنة بين الأجرة والجعالة؟ ما جاز عوضا في أجرة فيجوز عوضا في جعالة. أريد منكم طالبا ذكيا يعطيني الفرقان بين القاعدة التي قبل قليل وهذه القاعدة. لا، عفوا أبو محمد، ها أنت، أحسنت، في العوض. ممتاز يا ولد، شو اسمك؟ ممتاز يا حسن، أحسنت يا ولدي، جميل جدا، جواب رائع. وهي أن كل عمل تجوز فيه الأجرة تصح فيه الجعالة. أنا لا أتكلم عن العوض، أتكلم عن أصل العمل، لكن هذه القاعدة، ما العوض الذي يجوز أن يجعل أصلا؟ ما العوض؟ فتقول هو العوض الذي يجوز أن يدفع في الأجرة، فكل عوض جاز دفعه في الأجرة فيجوز دفعه في الجعالة. واضح ذا؟ طيب، مثال ذلك يا إخواني وأجيبوني، ما رأيكم في امرأة تقول كل من رد علي ضالتي فله ليلة مني يقضيها معي؟ أجيبوا، لا يجوز. لماذا؟ لأنها لو بذلت فرجها أجرة لما جاز. فكذلك أيضا بذل الفرج في الجعالة لا يجوز، لأنه لا يجوز بذله في الأجرة. طيب، لو قال إنسان من رد علي ضالتي فله 1,000 ريال، فتلك 1,000 يجوز أن تدفع في الإجارة فيجوز أن تدفع في الجعالة. فما يجوز دفعه في الأجرة فيجوز دفعه في الجعالة، وما لا يجوز دفعه في الأجرة فلا يجوز دفعه في الجعالة. فكل مباح من النقود والأثاث والمركوبات وغيرها يصح أن يكون عوضا في الإجارة، فيصح أيضا أن يكون عوضا في الجعالة. الطعام يصح أن يجعل عوضا في أجرة، فيصح أن يجعل عوضا في جعالة، كقولك من غسل سيارتي فسأطعمه كذا وكذا من الطعام، هذا جائز لا بأس به. وكذلك الشرب يصح أن تجعل عوض الأجرة الشرب، فكذلك أيضا يصح أن تجعل عوض الجعالة الشرب، وهكذا. أظن الأمر في ذلك واضح إن شاء الله. القاعدة الرابعة، القاعدة الرابعة، كل تعبد متعد نفعه فيجوز عقد الجعالة عليه. كل تعبد متعد نفعه فيجوز عقد الجعالة عليه، فيجوز عقد الجعالة عليه. فنقول اعلم وفقك الله عز وجل أن التعبدات تنقسم إلى قسمين باعتبار نفعها. فمن التعبدات ما هو قاصر على نفس الإنسان فيسمونه تعبد قاصر، ومن التعبدات ما يتعدى نفعه منك إلى غيرك فيسمونه تعبد متعد نفعه. فالتعبدات إما أن يكون نفعها قاصرا على المتعبد، وإما أن يتعدى نفعها إلى غيره. فالصلاة مثلا نفعها قاصر فلا يجوز أخذ الجعالة عليها، فلا حق لأحد أن يقول من صلى صلاة الفجر فله كذا، لا، لا شأن لك، لا تجعل لها جعالة، وذلك لأن صلاة الفجر نفعها قاصر عليك، قاصر على المصلي، لا حق لك أن تجعل على النفع القاصر شيئا من الجعالة.
وأما إذا كان نفع هذا التعبد يتعدى منك إلى غيرك فيجوز جعل الجعالة عليه، لأن الأجرة فيه جائزة فالجعالة فيه جائزة، كأخذ الجعالة على الرقية الشرعية، فإن الرقية الشرعية نفعها يتعدى من الراقي إلى المرقي فيحصل له الشفاء، فيجوز أخذ الأجرة عليها فيجوز أخذ الجعالة عليها. وكذلك تعليم العلم الشرعي، فإن نفعه يتعدى من المعلم إلى المتعلم، أليس كذلك؟ فيجوز أخذ الأجرة عليه فيجوز أخذ الجعالة عليه. لكن تكفينا محبتهم لنا ومحبتنا لهم، فهي أعظم والله من أموال الدنيا كلها. والله محبتي لكم ومحبتكم لي هي التي ستبقى في حياتنا وبعد موتنا، بل وإذا حشرنا الله مع بعض إن شاء الله سنكون إخوة متقابلين على سرر ينظر بعضنا إلى بعض، نتذكر إحوالنا في الدنيا، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. طيب، والقضاء الشرعي أن تكون حكما بين اثنين، فإن منفعة الحكم والقضاء تتعدى من الحاكم والقاضي إلى غيره، فإذا يجوز أخذ الأجرة عليه فيجوز أخذ الجعالة عليه. واضح هذا؟ الصيام الواجب هل يجوز أخذ الأجرة عليه؟ فلا يجوز أخذ الجعالة عليه، فلا حق لك أن تقول لأولادك من صام رمضان كاملا أعطيته كذا وكذا، هذه جعالة على 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 تعبد نفعه قاصر، على نفع على تعبد نفعه قاصر. فهمتم هذا؟ تعطيه هدية لا بأس لكن من غير اشتراط. ومن القواعد أيضا، ما شاء الله ماشي معنا صح الحين، ماشي معنا صح، كل جعل مجهول أو محرم، كل جعل مجهول أو محرم فيستعاض عنه بثمن المثل، كل جعل مجهول أو محرم فيستعاض يعني فيستبدل بأجرة المثل. وذلك لأن من شرط صحة الجعالة أن يكون الجعل معلوما، فلا حق لك أن تقول من بنى لي الحائط أعطيته مالا وتسكت، فإن الجعل المجهول لا يصح، فإذا كان الجعل مجهولا فكيف نصحح العقد؟ نعطي العامل أجرة المثل، فننظر كم أجرة من بنى هذا الحائط ونعطيها للعامل. أو كان الجعل حراما، كأن تقول امرأة من رد علي ضالتي فله مني قبلة، فنقول الجعل حرام. طيب كيف نتخلص من هذا الحرام؟ بثمن المثل أو بأجرة المثل، فننظر أجرة من يرد هذه الضالة فنعطيه من مالها بمقداره. فمتى ما كان الجعل مجهولا غير معلوم فننتقل منه إلى بدله وهو أجرة المثل، ومتى ما كان الجعل محرما دفعه وبذله فإننا ننتقل فيه إلى ثمن المثل أي أجرة المثل. أفهمتم هذا؟ طيب، والله أعلم. ومن القواعد أيضا، الجعالة عقد جائز، وكل هذا ذكره الناظم، مثلا هذا ذكره الناظم عند قوله ويجوز فسخ دون إذن الثاني. الجعالة عقد جائز، ايش معنى عقد جائز؟ العقود الجائزة هي التي يجوز لكل واحد من الطرفين فسخها من غير رضا الطرف الآخر، كالوكالة، فيجوز للوكيل أن يفسخ عقد الوكالة ولو لم يرضى الموكل، ويجوز للموكل أن يفسخ عقد الوكالة ولو لم يرضى الوكيل، لأن الوكالة عقد جائز، والمساقات عقد جائز، فيجوز للعامل أن يفسخ عقدها ولو لم يرضى صاحب المزرعة، ويجوز لصاحب المزرعة أن يفسخ عقدها ولو لم يرضى العامل. والمزارعة عقد جائز،
ومن العقود الجائزة كذلك الجعالة، فيجوز للجاعل أن يفسخ العقد ولو لم يرضى العامل، ويجوز للعامل أن يفسخ العقد ولو لم يرضى الجاعل، فيجوز لكل واحد من الطرفين أن يفسخ العقد ولو لم يرضى الطرف الآخر، لكن لكل شيء ضريبته، لكن لكل شيء ضريبته. فإذا كان الفاسخ للعقد هو العامل فحينئذ يكون قد أسقط حقه، ولا حق له ولا في ريال واحد ما لم يقم بالعمل كاملا. فإذا قلت من رد سيارتي فله 1000 ريال، ثم اشتغل العامل 5 أيام ومل من العمل أو يئس من وجودها ثم قطع العقد، فلا حق له أن يطالبني بقيمة الأجرة في 5 أيام، لأنه هو من فسخ العقد وأسقط حق نفسه. ولكن ما الحكم إذا كان الفاسخ هو الجاعل؟ بمعنى أن صاحب السيارة بعد ابتداء الناس في البحث قال لهم لا عقد بيني وبينكم، أو لا جعل بيني وبينكم، فهنا يجب عليه أن يدفع لكل عامل أجرة مثله في زمان عمله، لأن الناس قد عملوا وتعبوا وكدوا واجتهدوا، فلا بد أن يدفع لهم ثمن مثل أجرتهم. أما إذا قطع العقد فيما بينه وبينهم قبل أن يعملوا وقبل أن يجتهدوا، فحينئذ لا شيء لهم. أفهمتم هذا؟ إذن الجعالة عقد جائز، يجوز للعامل أن يفسخه ويسقط حق نفسه بهذا الفسخ، ويجوز للجاعل أن يفسخه ويتحمل غرم كل من عمل على قدر عمله. فهمتموها؟ طيب، ومن القواعد أيضا قاعدة جميلة وأنا أعتبرها من ألذ القواعد في باب الجعالة: من بذل نفعا اختياريا بلا عوض فلا يستحق شيئا. من بذل نفعا اختياريا لغيره بلا عوض أي بلا جعل فلا يستحق شيئا، فلا يستحق شيئا. فهمتموها؟ وهي قول الناظم: من رد شيئا، في البيت 1008، من رد شيئا دون جعل يا فتى فله الثناء والرد بالمجان، لكنما كرم الطباع بلا مرى يقضي بإعطاء اليسير الفاني. فإذا بذلت لغيرك عوضا من غير مجاعلة فيما بينك وبينه ولا عقد جعالة، فحينئذ لا حق لك أن تطالب في شيء. لكن هذا مقيد في القاعدة بقيد مهم، وهي النفع الاختياري، وذلك أن بذلك نفعا لغيرك ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون بذلا اختياريا، وإما أن يكون بذلا اضطراريا بأمر الشرع. فإن كان بذلاً اختيارياً فلا حق لك في العوض إلا إذا أعطاك من كرمه ومن مروءته. وأما إذا كان النفع الذي بذلته له نفعاً اضطرارياً أمرك الشرع به فلك أجرة المثل فيه. تعال اضرب لنا أمثلة حتى يتضح لنا المقام. سأضرب لكم أمثلة كثيرة، ولكن تبعوا معي من غير أن تكتبوا. من الأمثلة أيها الإخوان: من رد سيارة مسروقة وجدها ثم ردها من غير مجاعلة ولا عقد جعالة فيما بينه وبين صاحبه، فنقول لا حق له في شيء من ذلك. لماذا؟ لأنه ليس بينه وبين صاحب السيارة عقد جعالة، لكن جاءت الشريعة وقالت لا، بل له الحق، وذلك لأن تخليص مال الغير من يد اللصوص هذا يؤمر الإنسان به إذا كان قادرا على الدخول فيه. فإذا رأيت اللصوص قد أخذوا مال أخيك وأنت قادر على تخليص ماله منهم، فإنه يجب عليك شرعا أن تبذل لأخيك هذا النفع الاضطراري، وأنت ملزم بهذا البذل. فإذا يعني خاطرت بنفسك وانتزعت مال أخيك من يد اللصوص ورددته فلك أجرة المثل،
لماذا؟ لأن هذا النفع الذي بذلته نفع اضطراري بأمر الشرع وليس اختياريا، وليس اختياريا. مثال آخر، مثال آخر، لو وجدت لو رأيت متاع أخيك يحترق، لو وجدت متاع أخيك يحترق ثم أنقذته من الهلكة، فهل تستحق الأجرة على إنقاذه؟ الجواب نعم، لأنك مأمور شرعا أن تبذل هذا النفع الاضطراري لأخيك، فأنت مأمور أن تنقذ مال أخيك، ويحرم عليك وتكون آثما إذا كنت مستطيعا أن تنقذ ماله وثم تركته حتى يحترق، يجب عليك أن تنقذه. طبعا في حال لا تحرق بها نفسك ولا تقتل بها روحك. مثال ثالث، مثلا لو انكسرت السفينة، لو انكسرت السفينة فخلص قوم الأموال من البحر جزاهم الله خيرا، خلص قوم أموال الناس من البحر، كانوا يعرفون السباحة والشنط تغرق والمتاع يغرق، فقالوا اخرجوا أنتم للشاطئ ونحن سوف ننقذ هذه الأموال، فهم مأمورون شرعا أن يبذلوا هذا النفع لإخوانهم، فإذا هو بذل اضطراري ولا اختياري؟ فإذا يستحقون عليه الجعل، يستحقون عليه أجرة المثل. أنتم معي ولا لا؟ لو رأيت غيرك يغرق ثم أنقذته فأنت تستحق عليه من المال ما ما تستحقه من أجرة المثل. لماذا؟ لأن هذا من البذل الاختياري، عفوا من البذل الاضطراري. فكأني بكم تقولون لقد مثلت كثيرا على البذل الاضطراري، فأين البذل الاختياري؟ الجواب لو رأيت محفظة لأخيك ساقطة في الطريق فهذا من اللقطة، وأنت لا تعرف مالكها، أنت لا تعرف مالكها ثم بحثت عنه فرددتها إليه، فهذا رد اختياري ولا اضطراري؟ أي رد اختياري، لأنه لا، لأنني لا أعلم دليلا يدل على وجوب التقاط اللقطة وعلى وجوب ردها على ملتقطها لي، عفوا، وعلى وجوب ردها لصاحبها. لكن إن التقطتها وأمسكتها بيدك فيجب عليك حينئذ أن تراعيها حتى تجد صاحبها، فإذا رددتها فلا حق لك أن تطلبه شيئا. لماذا؟ لأنك بذلت له نفعا اختياريا. لو وجدت سيارته في البرية، في البرية، ليس لم يسرقها اللصوص لكن في البرية وهو يبحث عنها ثم رددتها إليه، فهذا بذل اختياريا وليس اضطراري، فهذا بذل اختياري وليس اضطراريا. فإذا رددتها فلا حق لك أن تطالبه بشيء من الغرم أو العوض. لكن من مكارم الأخلاق إذا جاءك أخوك بمالك سليما معافى أن تدخل يدك في جيبك وأن ترضيه بشيء من المال، إذ هذا ليس من وجوب الشرع ولكن من مروءة الطبع، هذا ليس بواجب شرعا ولكنه من مروءة، من المروءة والرجولة يا أخي. هم أن تقول جزاك الله خيرا بارك الله فيك، تصدق أن هذه المحفظة فيها 10,000 ريال بارك الله فيك، تمشي وكان قادرا على أن يحرمك من هذه العشرة كلها أصلا، لأن أحدا لم يره وهو يأخذ هذا المال ويلتقطه، لكن من مروءته وأمانته وحسن دينه جاء به إليك كاملا موفرا ثم تدخله في جيبك ولا ترضيه بشيء، هذا من مكارم الأخلاق الحقيقة. ومن مكارم الأخلاق أيضا أن يرفض عطاءك، فهمتموها؟ ومن مكارم الأخلاق أن يرفض عطاءك، لا سيما إذا كان مستغنيا عنه، وليكون أجره على الله عز وجل. الله المستعان. طيب، هنا مسألة، وهي أن هناك من الأحاديث يا إخواني ما ينص فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن من رد عبد غيره فيستحق دينارا، أن من رد عبد غيره فيستحق دينارا أو 12 درهما. كل حديث في هذا الصدد فهو ضعيف، كل حديث ينص على أن من رد عبد غيره ولو بلا جعل فيستحق دينارا فإنه ضعيف، وجميع الآثار المنقولة عن الصحابة في ذلك أيضا لا يصح منها، لا يصح منها شيء عنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
مسألة، ما الحكم لو قام بالعمل جماعة وليس فرد؟ من وجد ضالتي فله 1000، فوجدها 10، نعم يقتسمونه فيما بينهم، وهي قول الناظم: إن قام بالعمل المراد جماعة فالجعل يقسم بينهم بوزان، أي بقسمة عدل. مسألة، ما الحكم لو اختلف الجاعل والمجعول في مقدار الجعل؟ فقال الجاعل: إنما هي 1000 ريال، وقال العامل: بل هي 1000 ريال. فقول من؟ متى ما اختلف الجاعل والمجعول له فالقول قول الجاعل بيمينه، فالقول قول الجاعل بيمينه. لعلكم فهمتم، والله أعلم. نعم، اقرأ يا شيخ فهد. نمسك الأبيات بيتا بيتا وننظر إلى البيت الذي يحتاج إلى شرح. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: فصل في الجعالة. عقد الجعالة في الشريعة ثابت من جائز بتصرف اللثان. كبناء حائطه ورد رقيقه من غير شرط العلم بالأزمان. يعني لا يشترط في عقد الجعالة أن يكون الزمن معلوما. أقول: من رد ضالتي فله كذا، من غير تحديد بزمن، قد يردونها في ساعة، ساعتين، 3 أيام، شهر، ربما تمضي سنة ولا يردونها. فإذا الزمان غير منظور فيه في عقد الجعالة. وخياطة ورد مال تائه، ويجوز فسخ دون إذن الثاني. فإذا أتى من البيت الرابع بعد الألف: وخياطة أو رد مال تائه، أو مبوى، أو رد مال تائه. ما يكسر البيت. لم تخطئ في قراءتها فهد، بس إنها غير موجودة أصلا. فإذا أتى، نعم، أحسن الله إليكم. الفسخ إذا جاء من الجاعل، نعم. وخياطة ورد أو رد مال تائه، ويجوز فسخ دون إذن الثاني. يعني يجوز للجاعل أن يفسخ دون إذن الطرف الآخر، ويجوز للمجعول له أن يفسخ دون طرف دون إذن الطرف الثاني. فإذا أتى من جاعل، يعني إذا أتى الفسخ من جاعل فلعامل بعد الشروع الأجر بالحسبان. وأما إذا كان الفسخ قبل الشروع في العمل فلا شيء له كما بينت. إن قام بالعمل المراد جماعة فالجعل يقسم بينهم بوزان. هذا ويقبل قول جاعله إذا حصل الخلاف هديت بالأيمان. من رد شيئا دون جعل يا فتى فله الثناء والرد بالمجان. لكنما كرم الطباع بلا مرا يقضي بإعطاء اليسير الفاني، إلا برد العبد حال إباقه فعليه دينار على الرجحان. فنقسمه إن كان ردا اختياريا فلا يستحق شيئا إلا بمكارم الطباع، وإن كان ردا اضطراريا كان أنقذه من يد اللصوص فيستحق أجرة مثله. فنقول في رد العبد كما نقوله في سائر الرد: إن كان ردا اختياريا فلا حق له فيه، وإن كان ردا اضطراريا فعليه أجرة، فله أجرة مثله. وكذلك النفقات مدة رده أو ما يعادله من الأثمان. أيام وأنا أنفق على هذا العبد، فإذا رددته إلى سيده لابد أن يعطيني دينارا ويعطيني كل قيمة غذائي وشربي وسقي هذا العبد، لأني بقيت أنفق عليه 3 أيام. من الذي يتحمل نفقاته؟ سيده إذا رددته، لكن كل ذلك كان على ما مضى.